ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة بعد ما تابعنا طبعا درجات الحرارة في مصر وفي جميع أنحاء العالم. يعني الواحد بيبقى بيفيل جريتفول كده، أو تحس إن أنت ممتن قوي للجو بتاعك في مصر. يعني إن جونا طبعا من أحلى الطقس الموجود في العالم كله. يعني هنتكلم دلوقتي عن رواية. الرواية دي من نوع الرومانسي، في وقت الناس كتيرة جدا بيفتقدوا الرومانسية وبيقولوا إيه ده، مفيش وقت الرومانسية والحاجات دي. الرواية اسمها قتل مع سبق الحب. هنعرف ليه قتل ومين قتل مين والحب موجود فين بقى في قصة القتل دي، مع المخرج والكاتب مجدي كامل. ازيك يا مجدي، ايه الاخبار؟ كله كويس؟ كله تمام. منورنا. الله يخليك وببارك لك على الرواية. الله يبارك فيك. وقعدت انا وانت نتكلم شوية قبل هوا كده، انا عرفت انك كمان كنت بتكتب حاجات كوميدي. ده حقيقي. بس المرة دي الرواية رومانسية. احكي لي بقى عن الرواية. طيب قتل مع سبق الحب هي رواية اجتماعية بيغلفها شكل رومانسي، تمام؟ قصة حب بين اتنين بدأت. تعالي صوتك بعد إذنك شوية، أنا مش معاك. قصة حب بين اتنين بدأت معاهم من هم صغيرين شباب، يعني بعد الجامعة. الجديد فيها إن هي استمرت معاهم لغاية ما وصلوا يعني الشكل ده، يعني وصلوا لغاية كبروا، يعني فضلوا بيحبوا بعض. لا معلش نوري الكاميرا تاني بقى، عشان دايما ده الحلم اللي الناس كلها ما بتيجي تحلم بقصه الحب. يعني يقول لك احنا نتمنى ان احنا الاثنين نجرو اولد مع بعض، او ان احنا يفضلوا مع بعض لحد ما يعجزوا. نفس القوه بالظبط، نفس قوه الحب اللي بداوا بيها يعني. صحيح. فهو بداوا فدي الشكل. اوكي حلو قوي. دي روايه نمره كام ليك يا مجدي؟ لا ده اول عمل. اول عمل. اوكي طيب، تقولي تفاصيل اكتر برضو عن الروايه نفسها. تمام. هما اتنين حبوا بعض زي اي قصه حب بدات عاديه. الجديد فيها ان هما يعني عاشت معاهم قصه الحب فتره كبيره. اتعرضوا طبعا في حياتهم لمشاكل كتيره، مشكله كبيره، بس هي اللي اثرت، اللي عملت دروب في العلاقه واللي وقفت العلاقه، وكانت ممكن تخليهم يعني يخسروا بعض او تنتهي قصه الحب. بس هم افتكروا التفاصيل الصغيره اللي كانت بينهم قبل كده، تفاصيل الحب الصغيره يعني اللي هي بداوا بيها، خروجاتهم، المناسبات اللي هم كانوا بيحتفلوا بيها، كل ده هو اللي خلاهم يعدوا المشكله الكبيره اللي هي عدت في حياتهم. بس في بيز اللي هو الحب موجود. الحب موجود، بدا معاهم وعاش معاهم وكل حاجه، بس هي المشكله لما حصلت هي كانت مشكله كبيره، لان هي جت من اقرب الناس ليهم. جت من ابنهم. ابنهم اللي هم حبوه وربوه وجابوه بعد عناء كبير جدا، خلفوه بعد مشكله كبيره ان هم ما كانوش بيخلفوه، قعدوا فتره كبيره. ابنهم ده وداهم دار مسنين. يعني هو بعد الحب، فهو ده يعني هو ده معنى الروايه اللي هو قتل مع سبق الحب. هو قتلهم معنويا بعد الحب الكبير اللي هم كانوا بيحبوه لابنهم. تمام. اللي خلاهم يتجاوزوا المشكله دي او الدروب اللي حصل معاهم ده وجحود ابنهم ونكران الجميل، الحب اللي كان بينهم والذكريات اللي كانت بينهم. فهم فضلوا في دار المسنين يفتكروا الحاجات الصغيره اللي هي عاشوا عليها، فهي دي اللي خلتهم يقاوموا وهم اتكسروا. لما دخلوا دار المسنين حسوا بكسر وحسوا بغدر وجحود من ابنهم، وحسوا ان هم الاثنين كل واحد بيلوم الثاني بس جواه. قضية مهمة جدا. ان هو ما رباش ابنه كويس، او هو كان اكتفى بس ان هو بيحبه. يعني هم ادوله حب كبير ودلع وبتاع، انت عارفه لما يبقى ابن وحيد وجاي بعد فتره كبيره من عدم الانجاب، فبيبقى مستحوذ على اهتمام الاسره ومتدلع يعني بمعنى اصح. فهم كانوا بيلوموا بعض بس من غير ما يتكلموا، في نظرات، في عتاب، في بتاع، ان هم مش يعني بيلوموا بعض، في يعني مش بيصرحوا باللوم ده، عشان كل واحد فيهم اصلا مجروح من جواه، فمش طبعاً متحمل ان هو يحمل الطرف الثاني سبب الجحود ده. ففضلوا يعني من جواهم ان هم بيرجعوا بالذاكره ايه اللي عملوه خلى ابنهم يعمل كده. كان ده طول الوقت السؤال اللي بيدور في ذهن الاب والام، ايه اللي هم عملوه خلى ابنهم عمل كده. يعني فهو في الروايه بنوصل للاخر ان انت مش شرط تحب ابنك فيطلع يحبك. يعني انا كل الناس بتحب ولادها، بس مش شرط عشان انا بحبه فهو هيجي يحبني في الاخر او هيبرني. طيب لازم جنب الحب ده في تربيه. صحيح. طب انت جات لك الفكره اصلا، فكره الروايه منين؟ والله هو كان انت عارفه ان انا مخرج، فكنت بعمل تقرير في دار مسنين.
في عيد الام. فكانت تجربه قاسيه يعني بالنسبه لي، انا اول مره كنت ادخل دار المسنين يعني واعمل تقرير على الحالات اللي جوه. هم كانوا في الدار متقدم لهم كل سبل الرعايه يعني، اكل وشرب، رعايه صحيه، نظافه، بيغسلوا لهم هدومهم يعني عايشين. وكمان هم الاشخاص اللي حواليهم من عمرهم يعني، فبيتكلموا بيدردشوا بتاعوا بيسالوا ذكريات يعني حياتهم طبيعيه. فده اللي انا كنت متخيله لما جيت ابص عليهم. بس لما قربت منهم تلمحي برضو رغم كل الجو في كسرة كده حتى في نظرة العين. يعني تحس ان في جرح برضو لما تيجي يعني تنكشي اي حد يعني طبعا تنكشي حد ان هو تكلميه مثلا في قصة انت جيت هنا الدار ازاي، تلاقيه غصب عنه بيعيط وبيفتكر وقد ايه هو ربه وقد ايه تعب وقد ايه ما لقاش ده، رغم ان هو يعني الظاهر للناس ان هو عايش في بيئة كويسة وعايش فعلا بتلقى ورعايه صحيه وكل حاجه، بس لا مش صحيح. يعني ورا كل حد فيهم، ورا كل وجه انت بتقابليه فيهم قصه فظيعه وفيها قصص رومانسيه برضو. يعني كانت بتحب حد وما اتجوزتوش، بعد كده اتجوزت حد تاني وخلفت، فدت اهتمامها لابنها كل حاجه عشان هي ما خلاص ما ارتبطتش بالشخص اللي هي حبته فحولت الحب ده لابنها، ابنها ده بقى اللي حولت الحب كله ليه واديته كل الحنان، وداها دار المسنين في الاخر، حطها في مكان وما بيسالش عليها، مجرد بس بيبعت لها المصاريف بالبوسطه باي وسيله يعني. طب بس انت قلت لي برضه في الروايه فكره اللوم، ان هما الاثنين من كتر حبهم لبعض كل واحد كان الجرح جواه وما بيفصحش عنه، معنى صح. بس هل هما توصلوا ان في غلط عليهم كمان ولا لا؟ هو اكتشفوا ده في الاخر. يعني هم لما راجعوا نفسهم، انت قلت لي فكره التربيه كمان، هم ما تعاتبوش يعني. هي بص في اللي هي انا مش عايز احرق الروايه، هم في حصل حدث في النص خلاهم بقى بيقفوا قدام بعض وتعاتبوا. بس هو في فتره من الفترات في بدايتهم في هم وجودهم في الدار كان الالم، الم وجود الدار والم وجود الحرمان من البيت بتاعهم اللي هو فيه كل التفاصيل بتاعتهم، ألم البعد عن المكان ده مخليهم مش عايزين يلوموا بعض بعتاب يعني. مش عايزين يلوموا أو أنا أوجه مثلا عتابي للطرف الثاني وأشيله أكتر من طاقته، اللي هو أوريدي أصلا إحنا موجودين في مكان فإحنا الاثنين مكسورين، فأنا لا عايز أعاتبها ولا هو عايز ولا هي عايزة تعاتبه. بس طيب أنا عايز أسألك كمان لحاجة مهمة جدا، وأنت في شخصيات أخرى في الرواية غير شخصية الأب والأم والابن؟ في قصص رومانسيه، في قصه رومانسيه بين برضو شاب وبنت ماشي بخط درامي متوازي مع الحدث الرئيسي اللي هو حدث القصه بتاعتنا. في شخصيات كثيره جدا، في شخصيات من الدار، في قصص من الدار نفسها، قصص حلوه جدا من الدار. طب هل كل القصص من وحي خيالك ولا في قصص انت سمعتها لما روحت تعمل؟ لا في قصص سمعتها يعني، في قصص كبيره جدا كتير جدا سمعتها، بس هي يعني انا انتقيت يعني بعض القصص مش اللي هي تخدم السياق الدرامي بتاع الروايه. مش كل يعني مش كل القصص ينفع تتحكي عشان مش هتخدم الخط الدرامي الرئيسي اللي هو رابط بين اللي هو قصه الحب الرومانسيه اللي بين البطلين. اوكي طب عايز اعرف مين اكتر بقى شخصيه وانت بتكتبها كانت عامله لك معاناه شويه قوي يعني، وفي نفس الوقت الشخصيه اللي انت سعيد قوي انت كنت بتكتبها؟ هو بس شخصيه البطل، لان هي شخصيه مركبه لها ابعاد كتيره جدا يعني. هو شخصية مثقفة جدا، شخصية رومانسية، شخصية عاقلة في نفس الوقت، بيوزن أمور كانت نقطة ضعفه حبيبته. يعني هو كان دايما بيبقى فيه يعني كان بيبقى عارف إن في خطأ في تربية ابنه، بس هو ما كانش بيقدر يقاوم حب مراته لابنه. يعني هي الأم دايما هي كانت بتدلل وبتقول له لا سيبه، ما تضغطش عليه، ما تخلوش مثلا، ما تقولوش كده كذا، ما تسيبه براحته. فكان دايما التدليل من مامته. فهو ما كانش قادر يقف يعدل قوي في تربيه ابنه حبا لمراته، يعني حبا لام الولد ده. طيب عايز اعرف كمان، هل كان مقصود فعلا انك تكتب روايه رومانسيه؟ اصل ممكن روايتي كانت فعلا تبقى روايه دراميه مثلا، دراميه صادمه شويه، ممكن مش عايز اقول كئيبه، بس هي عارف الواقع اللي بيصدم ساعات، فتحس ان انت هتعيط بعد ما تخلص الروايه. وده موجود يعني، الرومانسي موجود وقصص الحب اللي نهايتها حلوه، بس كنت قاصد ان انت تكتب مع ده يبقى فيها جانب رومانسي.
ده حقيقي. انا يعني انا حطيت الخط الرومانسي جوه الروايه، لان اصلا حياتنا ما فيش اي حياتنا لازم ما تخلوش من الرومانسيه. يعني اي حد هتلاقي فيه جانب رومانسي كده، حتى لو مش باين هتلاقيه موجود. فهو كان برضو يعني الخط الرومانسي هو اللي خلى البطلين دول يعدوا كل العقبات اللي هم عدوا بيها دول، ويخلوهم يكملوا. وبقول لك في جزء في تحول في الاحداث في الروايه الرومانسيه والحب، قصه الحب اللي بينهم هي اللي بتخليهم يكملوا، لان كان هي كفيله ان هم يستسلموا لحياتهم زي اي حد قاعد في الدار ومستسلم وعايش ومستني، زي ما كانوا بيقولوا لهم يعني، او كان في جمله في الروايه بيقولوا لهم ان هم مستنيين الموت، يعني هم مش مستنيين حاجه، او زي ابنهم ما كان بيقول لهم يعني، بيقول لهم انتوا عايزين ايه اكتر من اللي انتوا فيه؟ يعني انتوا المفروض عايشين اكلين شاربين نايمين مستريحين، ما تستنوش غير ان انتوا تموتوا يعني بس. فهو اللي خلاهم بقى يواجهوا كل الالم ده قصه الحب اللي كانت بينهم. صحيح. اللي هي كملت وخلت الاحداث تحولت وخلتهم هم يبداوا حياه جديده ويعيشوا في حياتهم اللي هم ما عاشوهاش مع بعض. شايف ان الرومانسيه ليها وجود في حياتنا المعاصره؟ يمكن زمان يعني حتى ايفن عالميا دلوقتي فكره اللاف ستوريز والافلام الرومانسيه حتى ايفن في السينما المصريه دلوقتي عندنا ما بقاش ليها وجود قوي، كل فين وفين لما يطلع لنا فيلم رومانسي. هل ده عشان ما بقاش فيه، لان ده بيقولوا السينما بتنقل الواقع او التلفزيون بينقل الواقع اللي احنا فيه، فهل ما بقاش فيه وجود للرومانسية، ولا احنا بنحاول نتشعلق في اي حاجه كده؟ لا، هو طبعا قلت يعني قلت مفيش رتم الحياه السريع وضغوط الحياه، وهو دايما احنا مرتبط الرومانسيه بالهدوء والوقت والمزيكا الهاديه والفسح والخروجات والكلام، بس هو عشان ظروف الحياه وضغوط العمل فما فيش الوقت ده. بس هي الرومانسيه موجوده يعني، انت يعني احنا في الوسائل اختلفت يعني، انا ممكن بدل ما كنت بكتب جواب ببعت رساله، بكلم حد في التليفون، يعني الوسائل نفسها اللي هي التعبير عن الرومانسيه اختلفت، لكن هي موجوده بس هي قلت يعني. ايوه لا تعالى لي بقى، انا معلش ثانيه واحده، التعبير عن الرومانسيه اختلف بمعنى ايه؟ اختلف يعني لما انا لسه كنت بقول لك ان انا كان الاول ممكن انا اقعد اكتب جواب بخط ايدي وابعته في البوسطه ويوصل، او مثلا دلوقتي بقى على الفيسبوك اروح استنى يعني مثلا حبيبتي دي في الشارع عشان تعدي. أيوة ما بقاش هيعرف هي هتعدي امتى، لكن دلوقتي انا عارف هي هتعدي امتى، انا بكلمها عارف خط سرها بعت لها على الواتس مش عارف ايه. صح. فالوسائل نفسها التعبير عن الرومانسيه اختلفت يعني غير الاول. لا انا عايزه كمان اجي لحاجه فعلا مهمه جدا، هي فعلا ان اشكال الرومانسيه اختلفت. يعني مش عايزه الوم برضو السوشيال ميديا وفكره التكنولوجي وان هي قدرت تقرب الناس، بس في نفس الوقت في حاجات مفتقدينها برضو. يعني الناس بتيجي تقول لك ايه، الناس اللي بتعايد على بعض مثلا على طريق الواتساب او عن طريق الفيسبوك، يقول لك لا انت لو عايدت عليا في التليفون هيبقى بالنسبه لي الموضوع في حميميه اكتر. صح ولا لا؟ ولا فكره الحب على الفيسبوك والشاتنج والحاجات دي؟ لا طبعا، هي التليفون او ان انا اسمع صوت حد يكلمني او هي طبعا افضل بكتير طبعا. يعني هي في ناس حتى دلوقتي بتعزي الناس على الفيس، يعني مش لازم اروح العزاء او مش لازم اكلمه، ممكن اكتب له اعزيه على الفيس. بس هي احنا برضو بقول لك ان هي الحياه اللي مخليانا كده. صحيح. مش رتم الحياه. يعني لو هو رتم الحياه اهدى او الدنيا الوضع الاقتصادي احسن او ضغوط العمل اقل، كان يعني هيبقى في وقت ان انا اروح اعيد على واحد صاحبي او اروح اكلمه في التليفون او اروح اعزي حد ما اكتبش بالفيس. بس هو يعني غصب عننا يعني مش بمزاجنا. المخرج والكاتب مجدي كمال بشكرك جدا جدا. الله يخليك. شكرا. وبتمنى لك التوفيق، وعايز اعرف بقى هتحاول ان شاء الله بتفكر تحولها فيلم ولا لسه الموضوع؟ لا هي يعني الناس اللي قريتها يعني كلهم مجمعين ان هي لازم تبقى مسلسل، وانا ده رايي يعني ان هي لان فيها كذا خط درامي، فالفيلم مش هيقدر يجمع الخطوط الدراميه دي كلها وبتاع. مسلسل، فان شاء الله هتلاقيها قريب باذن الله مسلسل ان شاء الله. ان شاء الله مبروك، واتمنى لك التوفيق. ربنا يخليك يا ديانا، ميرسي جدا. اسمحوا لي طبعا دلوقتي هنا هيكون في تقرير عن الساحر الراحل الفنان محمود عبد العزيز. طبعا هو رحل عن دنيانا، بس هو اعماله لسه موجوده معانا، وطبعا بنشكره على قد البهجه وعلى قد الاحترام والحب اللي صدره لنا من خلال اعماله، وبنقول له بنشكرك جدا جدا وربنا يثبتك عند السؤال واسعدتنا فعلا. هنشوف دلوقتي تقرير عن جنازه الفنان الساحر محمود عبد العزيز.